العباقرة اللي هم عندهم القدرة ان هم يبقوا ينتجوا حاجة ليها فايدة تقدر تستخدم كل يوم وفي نفس الوقت يبقى ليها قيمة جمالية. وعلى هذا الأساس ده اللي أنا بختار، يعني دي الكرايتيريا اللي أنا بشتري بيها الحاجة. الفرنتشر أو العفش مش مجرد فرنتشر ولكن أيضا قطعة جمالية. ده الانطباع عند الناس انه لو عايزه بيتك يبقى فيه فن او فيه حاجات حلوه لازم ده يبقى مقترن بالقيمه الماديه، وده مش في كل الاوقات صح. يعني ممكن يبقى عندك حاجات حلوه بس في نفس الوقت مش مكلفه. واعتقدش انه الافريج ايجيبشن كونسيومر لسه عنده فكره ان هو ممكن يستثمر في قطعه اثاث. اول المودرن كلاسيكس زي الاثنين دول مارسيل برو ودوس ار اوريجينال حد ادهم لي هديه 1939 للريبرودكشنز بتاعت كاسينا لميس فاندرول البرشلونه دي بيرنز. هنا في النبوش تيبل بس دي مش اي نبوش تيبل، يعني انا بحس ان انا يعني I'm even more privileged than those who have a regular نبوش تيبل لانه it is one with a twist. التويست عباره انه هي مضاف اليها a very oriental element. والقصة بتاعتها ان انا مرة كنت في بنت في وسط البلد وكان في هناك معرض ل young Egyptian designers ولقيتها في وشي ووقعت بغرامها على طول. وبعدين سألت مين عاملها، قالوا لي بارادوكسيا مريم دياس. قلت لهم هي موجودة، قالوا لي اشاور عليها. قلت لهم وقلت لها انت بتعرضي شغلك للبيع ولا بس كده عرضها؟ قالت لا لا للبيع. قلت لها خلاص انا هختار لك، ما كنتش عارف حتى السعر كام. وبعدين الفكره اللي فيها ان هي نفس الدايمنشنز بتاعت النبوش تيبل من الثيكنس اوف ذا جلاس للدايمنشنز بتوع التو اكسيز بتوع الخشب، ولكن اضافت اليهم شغل صدف او المذر اوف بيرل وحطيته بطريقه ان واحد من الاكسس الصدف فوق والتاني تحت، فوانت قاعد في اي جهه من الاوضه بتلاقي انه الصدف بينساب اكنه يعني ميه نازله من حنفيه. ده المكان اللي انا بشرب فيه القهوه كل يوم الصبح، حاطط عليها حاجات بستخدمها كل يوم، ولكن في ذات الوقت هي كأنها منحوتة أو قطعة نحت راقية جدا.